انت ما بتفهم ولا؟ عم يقول لك تنقلع من هون يعني بتنقلع من هون. نزل ايدك احسن ما اقطع لك اياها. ما بيقطع لي اياها الا اللي خلاني. نزل ايدك احسن ما اقطع لك اياها. شمال عندك عندك. نسيت انه جابر ابن حمي؟ نحن اهل وراك عم تيجي على هون. يا عيب الشوم، ليش انت بتعرف العيب؟ شو ابو دياب؟ قل لي مين فينا اللي لازم يحلق شواربه؟ انا ما رح اخليك تحلق شواربك، بس بدي اياك مثل ابو قاعود الله يعافيه. شلون يعني؟ يعني تتروى وما تتسرع وتفكر منيح. العقيد ابو ادهم حط علينا وحده لما سلمنا فتحي، مشان هيك قلنا لك ابعث له حرمته وانت ما رضيت. قلت هذا المختار ابو فتحي عم بيقول هذا الكلام مشان ابنه، واخذت رجالك ورحت لحاره عياش من جونك بدون ما تجيب لي سيره. صار هالشي ولا ما صار؟ صحيح صار، بس كان دمنا فاير وطايش حجرنا. قلت لي مستكرين رجال مشان يحموه، وطلع كلامك مو صحيح. صار هالشي ولا ما صار؟ بلا صار. ايه سيدي، قدريت مين هدول الرجال وشو جايين يساووا بحارة عياش وشو قالن ابو وضاح وابو ادهان؟ قدريت. يعني لو ما رجعتوا وضليتوا هاجمين على حارة عياش ما كانوا اكلوكم بلا ملح؟ فشروا. لا سيدي ما فشروا، كتر خيره ابو وضاح اللي ما هان عليه فينا وما خلاهم يتدخلوا بيناتنا. أنا مخطي شي يا جماعة. شايفك يا مختار. شايفك يا مختار مستصغر رجال حارتك وبطاياتك. هذا بدل ما توقف معنا وتساندنا. أنا ذاتاً كل هالقصة مالي مقتنع فيها من أصلاً. ألا معقول أبو أدهم يضمر الشر لأبو قاعود؟ أبو أدهم ما عنده هيك شي بنوب، وأنا بحلف عنه. ذاتاً اللي عمل الشغلة بده يرمي الفتنة بين الحارتين، وبكرة رب العالمين إلا ما يظهر الحق. وبتقول ابو فتحي قال ابو ادهم يا جماعه ناويلنا الشر من شان ورثه حرمته. نحن منعرفه منيح، انتو ما بتعرفوه. ابو ادهم اكبر بكتير من هيك. بس كلامك كان غير هيك يا مختار لما صارت المشكله. شو عدا ما بدا؟ يا اهل الحاره، يا بضايات الحاره، يلا عنده سيف او خنجر او طبنجه يطلعوا يروح على مكتب قاعود. يا اهل الحاره، يلا عنده سيف او طبنجه يطلعون يروح على مكتب قاعود. الله يخزيك يا ابليس اللعين، خلينا بطريقنا لعدي نجيب اخونا الكوري. يلا سيدي يلا، عجل قبل ما هالجهال يعملوا لنا مصيبه. يلا تفضل تفضل. اسمعوني يا شان، اليوم ما رح نطلع من حاله عياش لحتى نجيب راس عقيدهم ابو ادهم لهون. عيونك معنا جابر. هذا مو صوت اخوك جابر؟ ايه والله يمكن. شو عم تخطط انت واخواتك من ورانا؟ بس هلا كنا عم نحكي. الله وكيلك مختار، ما عندي خبر بشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا وشرفوا. ولا بطيات، يلا عنده سكين، يلا عنده سيف. حتى نجيب راس عقيدهم ابو ادهم لهون. عفاف اختي. عفاف. يعني طلع صاحب البستان غير الرجال اللي اجى على الميدان واتهم ابو ادهم؟ اي نعم. يا مختار لازم نكون واعيين اكثر من هيك. في طرف تاني بده يشعل النار بين الحارتين، بس مين هو شو مصلحته ما حد عارف. سامي يا ابو دياب، معناتها صبركم ابو ادهم بريء. مين ابو ادهم؟ يا سيدي انا بحلف عنه انه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. شو ابو دياب؟ اسمعوا يا جماعه، أنا كل هالحكي هاد مو خارط بمشطي بنوب. شو عرفنا ما يكون أبو أدهم نفسه هو اللي مدبر القصة هاي كلها من أساسها؟ يشرف ابن العياش ويجبنا الرجال يلي إجا على الميدان واتهمه حتى نسمع من تم مباراته. هذا أول شيء. وتاني شيء، أخي العقيد أبو قاعود لساته غايب عن الوعي، يعني ما في مجال للحكي بالصلحة بنوب هيك لحتى يصحى. ساعتها هو صاحب الأمر والشور، بس لا سمح الله لا سمح الله إذا بيصر له شيء أخي وما بيجيب الرجال لحتى يشهد
ويثبت براءته. علي الحلال، علي الحلال، لا أحرق حارة عياش من أولها لأخرها. شو الحكي عم تحكي يا ابني؟ هذا الرجال زلمة سرسري، بجوز يكون فراري مطارد. بعدين منين بدك تجيب لك يا مختار؟ بمعيت الله ومعيتكم هدينا هالشباب اللي برا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا بدياب نحن جاهزين. لوين عمي؟ بدنا نهجم على حارة عياش. تفضل ارتاح عمي، عود عود عمي عود. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا عدنا. ومين قالكم تهجموا على حارة عياش؟ أنا قلت شنو هلا كنت بحارة عياش وهجموا علي أبو أدهم وجماعته وتكاتروا علي وشلحوني الشبرية. شو؟ فو عليك شبنا أخي شبنا. عمل لك تكاتروا علي. سمعتوا؟ سمعتوا يا جماعة؟ تكاتروا علي الأندال، أنا برجيهم. طولوا بالكم يا جماعة. تركني تركني مختار، أنا ما أعرف شغلي معهم. عود أبو دياب، قلت لك عود. ماشي الحال. وشو أخذك لحارة عياش؟ هيك تحدي. ومين كان معك؟ كان معي واحد من أبضايات الحارة. وشو يلي صار؟ احكي لشو. الله يفك عسيرة ويظهر الحق. البلا صعب يا بنت الحلال، الله لا يبلي مخلوق. آمين يا رب العالمين. ستي برقدن الله بيهديهم وبيقتنعوا من الشيخ نزير وبتصار الحياة. الله يصلحهم ويهديهم. ما قلتي لي أبو راتب المنجد لساته عم يشتغل ببيت أخوكي؟ ايه ابن عمي عم يشتغل. وشلون لقيتي لي شغله؟ عين الله عليه، ما في حكي عليه، بنو ببنو. تاع تفرج يا سلام على صندوق الأحلام، تاع تفرج يا سلام وصلي عاخر الأنام. هذا البس لمبسباس ما بياكل إلا ملباس، هذا الوحش بالغابة عم بيهاجم لديابي. تاع تفرج يا سلام على صندوق الأحلام. يلا عمو خلصوا الدور، حاسمونا حاسمونا اللي بعده. أبو خيرو أبو خيرو، هلا هي هي السينما اللي بتفرجوا عليها بلاد برا؟ يعني قريبة منها. يا عمو والله يا خير. تاع تفرج يا سلام على صندوق الأحلام، تاع تفرج يا سلام وصلي عاخر الأنام. طب عبد نجيب ما ترد عليك. شو بدك سيد راسي؟ شو بدك؟ شو بدك احكي؟ هلا بخربتني. هذا البس لمبسباس ما بياكل الا ملبس. اخرب بيت قلبك، ما تكون عم تعد على الزلمه الغلي تبعه. هو عمي هو وتيسر الله يرضى عليك. عجبك هون عم يعد على الزلمه مصاري. وينك غالي؟ روح من ايدك تعال هلا. هو داين حاسي وروح اتفرج على صندوق العجائب. سمعني الله يخليك. شو هذا فخري؟ هذا صندوق العجائب طلع شي خيلي من خيلاتنا غرجادي. الله وكيلك بتشوف المحروسه الكعبه قدامك وبتشوف الضبع شخصي. شو هالحكي؟ الله وكيلك مثل عملنا. يعني ابو ادهم ما هان عليه رجال حارته يضربوا جابر. والله يا عمي ابو فتحي هذا اللي صار، وجابر كان اخذه غدر للعقي. سمعت يا ابو دياب؟ شو رايك في هالحكي؟ قوم عمي قوم روح، الله ييسر لك. الله يعطيك العافية. يلا السلام عليكم. السلام. أنا ما بنكر إنه أبو أدهم شهم، بس نحن ما راح نحط إيدنا بإيده ونرجعه لحرمته لحتى يجيب هذاك الزلمة تبع البستان ويسمعنا القصة كلياتها. من طقطق للسلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا آخر كلام عندك يا ابني؟ أي نعم شيخي. الله يهديك ويفتح بصيرتك على الحقيقة. يلا اسمحونا يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب هالزيتون طيب، تعادوا تعادوا جرب تعادوا جرب. قد ايش الرطب؟ بدك تدويهم بالاول يا اختي. ايه هات 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 لدوك. ايش شرتي؟ يا امي ما بيصدوني. يلا وانت كمان. يا مو برضاي عليك، فوت السطاح بفرشتك ليفتح الجرح مرة ثانية لأمي. لك يا مو لا تخافي لا تخافي، مالك شايفة ضحكتهم أحلاها. أبروني يا مو، ابن عمك ليش ما عم بيجي لعنا؟ كأنه وشه تقيل من ناحيتنا، في شي بينك وبينه؟ لا يا مو ما في شي، بس هو زعل مني من شغلة صغيرة ما لقيني، وأنا بس شوفه بقلبي وخاطر. شو هالشغلة تقبرني؟ شغلة يا مو؟ شغلة ما لقيني قلنا لك، هي شغلة رجال ما بيفهموا فيها الحريم. الله يهديك يا ابني، أبو أدهم بيتزعل. هذا اللي صار. وأنتوا يا جماعة لازم تنبهوا على كل أهل الحارة ما
ما حدا يقرب صوب حارة الكون لا من بعيد ولا من قريب. وهن كمان ما راح يقربوا ناحيتنا ابدا. اي نعم، هيك صار الاتفاق. وهالحالة شيخنا لإمتى؟ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ما فهمت شلون يعني؟ يعني حتى يلقط زلمة البستان مزيف ويعترف بالحقيقة ويبريك. لا شيخي لا، هيك زودوها كتير. أنا ما بدي حدا يبريني، وعند اللزوم ماني سائل عن كل أنحارة الكون. طول بالك وروق يا أبو أدام. أبو أضاح هلا مستعد روح اتحداهم بحارتهم، بس أنا عامل قيمة وكرامة لأبو قاعود ولصلة الرحمة اللي بيني وبينه. طول بالك عقيد. وحد الله يا عقيد. وأبو قاعود شو وضعه؟ والله عم يقولوا حالته صعبة كتير، ولهلا مانو صحيان منيح. الله يستر. يعني إذا صار له شيء لا سمح الله قبل ما يلقط زلمة البستان، معناتها رح ترجع المشاكل من أول وجديد. الله لا يضره، وإن شاء الله بينحل عسيرة. إيه، وهذا الأزعر وين بدنا نلاقيه؟ إلا ما يوقع ونلقطه مسير الحي تلاقى. يعني لازم ندور عليه بين السكرجية، بين الحرمية، بين السرسرية. يعني بدنا ندور على إبرة بكومة قش. شو فرجة يا صبحية، شو فرجة، شو فرجة؟ فعلاً فرجة ما بتتفوت. إيه ابن عمي، خدنا خدنا خلينا نتفرج. شو خدنا؟ ما في نسوان. بس أنا بكل الأحوال بكرة بحكي معه، إذا قبل بخليه يجيب الصندوق لهون تتفرجوا. إيه ابن عمي، على سيرة بكرة، بكرة بدنا نروح لعند صفوان على القشلة لما لقى. والله يا صبحية مصاري كتير ما في، ما حدا عم يتحكم عندي، وكارل حلاقة رح يوقف. أوف، ليش بقى؟ لك شو ليش بقى من الغلا؟ الناس عم تحلق لبعضها، هذا بيحلق لأولاده ببيته، وهذا بيحلق لجاره وجاره بيحلق له، تفرج عليهم إنهم ماشيين بالحارة، بتلاقي راسهم مثل الغنم مقصوص. ابن عمي، هذا صندوق الدنيا تبع أول عجايب، بيطلع مصاري كتير. طول النهار بيقص مصاري. بس ليش عم تسألي؟ طيب ليش ما بتشتري منه؟ ما في مصاري. أنا بدبر لك، بس بتعطيني نص الغلة. يا لطيف يا لطيف يا معبود، شو بيطلع مصاري؟ مصاري ذهب أحمر عم يطلع. بتعرفي قديش طلع اليوم ست راسي؟ شو معرفني أنا؟ يا ستي طلع 50 نحاسة وعشرين وسبعة. وانت شو عرفك قديش طالع؟ هو قال لك؟ لا شو قال لي؟ ما بيقول، هو بيخاف حسده. بس أنا عديته نحاسة نحاسة. وكنت واقف جنبه وعم ترد عليه رزقته ورزقة ولاده؟ لك مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ومن شري حاسد إن إذا حسد. لك شو حسد وما حسد؟ شو عم تحكي أنت؟ بس هدول المصاري اللي عم يطلعون أنا أولى فيهم، أنا ابن الحارة، شو بكي أنت ست راسي؟ بتعرفي شو معبود؟ عم فكر اشتري منه. وقديش بده حقه؟ يا ستي بده حقه 3 دهبات، بس أنا ما خليته يحس إنه أنا حابب اشتريه عشان ما يطمع علي. قلت لحالي الحشو الحشو يا ابن نجيب، الحشو لبكرة خليه يستوي. وانت بدنا لك المصاري؟ مو على بنا ما معك؟ اه ايه ما معي، ما معي انا ست راسي. الله وكيلك ما معي، بس انا شو قلت حالي يعني؟ قلت حالي بتديم بعدين بوفي ياهن. والله طاقة القدر راح تنفتح لك يا ابو نجيب والله.